النهاردة ذكرى احتفال الاحتفال بالذكرى مرور 1079 سنة على افتتاح الجامع أو المسجد أو جامع الأزهر. ذكرى يعني مرور 1079 سنة. نشوف الفيديو ده للاحتفال. أحمد محمد علي عامر المستوى الأول، جلال عبد الفتاح عبدو المستوى الأول. ودلوقتي بقى الدور على تكريم أبناء المدرسين برواق الأزهر الشريف والقرآن الكريم من جامع الأزهر. المركز الأول لفاصليه من شتى بقاع المعمورة، وسيستمر عطاء الأزهر الشريف على الدنيا كلها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فذلك دون توقف. ومن هنا أيها الكرام، أنا يعني ليه 7879 تعليق على الخربي المشهد فعلا، يعني مشهد مستفز. اول حاجه في شكل الاحتفال نفسه، أيوة. وتدخيل برضه فكره الـ 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 الوطن وشكل المصري على الفكره اللي يعني اللي دايما بتسود على الفكر اللي موجود دلوقتي، كان في فكر ديني او حتى ازهر شكل الوشاح المصري العالم المصري المصري صح. فنوع من يعني هو انا اصلي كده او احساسي ان هم يعني ده او ده الشكل اللي شايفينه ده الأم. انا يعني كنت متوقع ان هو جامعه امبوسط كده مدرسه مسنيه تعمل الحفله دي، لا لا الازهر مرور 1079 سنه، يعني كتاب تذكاري فيلم تسجيلي السيسي نفسه يحضر، يعني الناس نفسها كمان اللي واقفه اغلبها مش لابس لبس الازهري اللي هو جميل اللي هو الاساس اللي كان بنشوف بيه حتى الاطفال في ابتدائي المفروض بيلبسوا لبس ازهري، الكاكولا اللي بيقولوا عليها اسمها الكاكولا مش موجوده، دي شكل يعني اثنين او ثلاثه موجودين كبار، وده شيء غريب. معلش انا قلت تعليق حضرتك، يعني فعلا انا كنت مش قادر اتجاوزه. اللي بيقدم الحفله هي دعاء عامر، هي مذيعه في قنوات ال يعني مذيعه كانت في ار تي وبتملك يعني حاجات على الموضه وعلى اللبس، ده شيء غريب جدا. تبعها يعني لا لا زاد بس الشكل حبات شويه يعني هي متخصصه برامج فاشن ومش عارف ولبس وكده، فغريب ان هو الاحتفال صح ان هو ليه قوي بعصر السيسي بالظبط، يعني احتفال بالشكل ده. يعني مثلا في عصر عبد الناصر احتفلوا بمرور 1000 سنه على القاهره، فعملوا كتاب تذكاري عندي منه نسخه عن القاهره في السنه، هو القاهره مع الازهر يعني تقريبا نفس الدوله نفس الفتره، لانه هو ما دخل جوه استقلي عمل المدينه القاهره وعمل فيها المسجد الازهر او الجامع الازهر، فعملوا كتاب تذكاري ايام عبد الناصر عن 900 سنه تقريبا 900 سنه وحاجه عن جامع القاهره. فعايز اقول لك الكتاب فيه منتهى روعه حتى الان وثيقه عندي، انما المشهد ده مشهد لا يليق الا بمدرسه بمواصفات خاصه. طبعا لان كمان المفروض انها يعني ده حتى التصوير مش تصوير محترف، الاحتفال ما فيهوش شخصيات، يعني ما شفناش حتى الشيخ الازهر موجود، لا ودعماء دول تعلموا يعني الكلام ده. الازهر قيمته انا اعتقد مش بس في العصر ده، من ايام عبد الناصر يمكن الدول هو فعلا حصل له نوع من التعظيم. الازهر كان دوره جميل جدا وكبير جدا، الادبيات اللي ظهرت بعد كده حتى حاولت تشوه زي ما حضرتك عارف الفن ابتدت تشوه حتى من خريجين الازهر، والى هذه اللحظه فكره الشيخ الازهري، ولكن الازهر قيمه كبيره جدا، يعني فكره استمراره الوقت ده كله ان هو يحمل شعله التعليم في مصر لمده 1000 سنه في العالم العربي، ده شيء اعجازي يعني ده الازهر طه حسين، ده الازهر كل اللي احنا بنتكلم عنه خريج الازهر.